لا تزال دماء إخواننا في حلب وفي غيرها تسيل، ولا يزال الضرب عليهم والقتل مستمرا، ولا تزال الصور تصل إلينا ثابتة ومتحركة، ولا تزال قلوب الناس تدمع وأعينهم تدمع وأرواحهم تحزن لما يصيب إخواننا هناك. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وإن الله جل وعلا قد وعد المسلمين عموما بالنصر، فقال سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل في علاه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وأمر الله تعالى المؤمنين بالنصر، ووعد الله جل وعلا أن يتخذ من المؤمنين شهداء، وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه لا يضيع أجر المؤمنين مهما أصابهم من أذى وتنكيل. ومن نظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن الطريق كان أمامه واضحا منذ أن بعثه الله تعالى إلى الناس، فمهما ترقى عليه الصلاة والسلام خلال الطريق في سبيل أن يصل إلى غايته، وهو دعوة الناس إلى التوحيد وتعبيدهم لله جل وعلا، مهما لقي عليه الصلاة والسلام من أزمات ومن حرب ومن تنكيل ومن أذى ومن قتل لأصحابه واستشهاد لهم ومما أصابهم من تعب ونصب وكربات، إلا أن الطريق كان أمامه واضحا، أن الغاية أمامه أن يعبد الناس لله تعالى وأن يسير على هذا الطريق، سواء قتل من قتل من أصحابه أو أوذي من أوذي أو أخرج من أخرج من ديارهم أو جرح من جرح أو أصابهم ما أصابهم، ما دام أن الغاية أمامه واضحة بينة فلا يهمه عليه الصلاة والسلام ما لقي خلال ذلك من أذى ومن كربات ومصائب. ولقد كانت المصائب والكربات على نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أول الإسلام، منذ أن جهر عليه الصلاة والسلام بدعوته، سواء من الأذى الذي أصابه في نفسه وجسد صلوات ربي وسلامه عليه، أو من الأذى الذي أصابه في أهله، أو الذي أصاب أصحابه في أنفسهم وفي أموالهم وفي إخراجهم من ديارهم، أو الأذى الذي أصابه عليه الصلاة والسلام اجتماعيا من الأذى الذي أصابه، حتى إنه ابتلي عليه الصلاة والسلام في أهله بما يثيره المنافقون والكفار قبل ذلك.